احمد سنوسي صوت مصر الحره. معلش انا اسف هطول عليك دقيقتين مش اكتر. تمام ماشي يا فندم. يعني احنا بنطالب حضرتك ان يبقى في قوافل طبيه لرقم واحد، انا من الدخله رقم واحد للفرافره، لان الفرافره يعتبر المركز المنسي في القوافل الطبيه، ودي امانه لازم نوصلها. تاني حاجه بنتمنى ان الدخله، احنا عندنا حاجه اسمها فوبيا الدخله والخارجه، تمام، نتمنى ان يبقى في قوافل طبيه في الدخله يعني تعادل او بما يوازي الخارجه. دي نقطه يا فندم. تاني حاجه احنا عندنا ناس كان عليها احكام قضائيه في فساد او عليها تحقيقات في فساد لسه قاعده في مكانها، منهم اللي موجود في شباب الرياضه، منهم اللي موجود في الصحه، منهم اللي موجود في اي مكان. احنا عايزين الناس دي حضرتك تستأصل من مكانها او تلتزم بمكانها، بس ما تمضيش على حاجه ولا تصير الاعمال لحين الانتهاء من التحقيقات. اظن يا فندم ده مطلب قانوني رقم واحد، ومطلب من حق المواطن ان هو يتعامل مع حد ما عليهوش شبهه فساد. تمام يا فندم. يعني بنتمنى ونطلب من حضرتك لقاء دوري في كل المراكز يكون ثابت نسبيا، يعني مثلا اول اسبوع في اول شهر يبقى مثلا في الدخله، ثاني اسبوع يبقى في الخارجه، بحيث ان الناس تبقى عامله او مجهزه نفسها ان هي هتقابل النهارده سياده المحافظ وسياده السكرتير وهعرض عليه المشاكل. هيبقى قاعد سياده المحافظ سياده السكرتير وجنب الراجل بتاع الراي اللي انا جاي اشتكيه، جنبه رئيس المركز اللي انا جاي اطلب منه حاجه. تمام يا فندم. دي حاجه. تاني حاجه يا فندم، عندنا مشكله تمس 1000 مواطن او 1000 اسره بمعنى اصح، اللي هو شقق الاوقاف في الدخله. شقق الاوقاف لغايه النهارده الناس بتدفع قيمه ايجاريه معقوله لحد دلوقتي، هي بنظام الايجار طول العمر، نظام الايجار طول العمر، مفيش نيه التملك عند الاوقاف. الناس عايزه تتملك لان هو فوت عليهم الفرصه ان هو ياخد شقه بنظام التمليك في اي نظام ايجاري تاني، تمام، وما ادالوش لارض ولا ادالو اي حاجه. يعني هو راجل اجر المبنى ده او اجر الوحده السكنيه دي هيفضل ماجرها طول العمر، وليهم الصلاحيه ان هم يرفعوا القيمه الايجاريه كل 5 سنين، ودي حاجه طبعا. دلوقتي 230 تقريبا، بعد شهر ان شاء الله هيدفع 460، بعد 5 سنين هيدفع 800 او 960. كل 5 سنين بينظر في الايجار، ومش بالتملك، هو بالايجار طول العمر. فهم كل سنه 7% احنا موافقين عليها، لكن كل 5 سنين بينظر في الايجار من اول وجديد. ياخد اسعار دلوقتي؟ لا، زي ما هو عايز. يعني يشوف لو عايز دلوقتي يبيع الشقه دي. يعني انا ساكن في الشقه دلوقتي. تمام يا فندم. الشقه دلوقتي 100,000 جنيه، هيدفع 100,000 جنيه؟ يدفع. او ممكن يا فندم نخليه يعني ممكن يعني بسعر دلوقتي. مظبوط. طيب تمام يا فندم. ربنا يسهل. دي تعالى تبع الوزاره مش تبع. يا فندم. تاني حاجه يا فندم، عايزين مبادرات حقيقيه لجذب السياحه. احنا كنا بنعمل اللي هو يعني انا مش عارف اقول ايه، اللي هو المهرجان اللي بنطلع نمشي في الشوارع، مش بيجذب حد، مش بعيب في حد، بس هو مش بيجذب حد ان انا امشي في الشوارع. ما كل المحافظات بتمشي في الشوارع، الناس الطبيعيه بتمشي في الشوارع، مش مجرد ان انا امشي في الشوارع او ان انا اصدر تعليمات لوزاره الشباب والرياضه مثلا او لمديريات الشباب والرياضه والمراكز ان هم ينزلوا يمشوا في الشارع، المواطن هيعرف ان انا عندي. لا، المواطن هيعرف لما افتح الصحراء البيضاء عندي، المواطن هيعرف لما اقول له لا ده انا عندي حديقه حيوان في الوادي الجديد، ده انا عندي 5 حمامات سباحه، ده انا عندي استاد ممكن تيجي تعمل فيه في حاجات عالميه، ممكن نستقبل فيه ناس من اسوان بدل ما الناس بتروح اسوان وبتروح الاقصر، لا احنا نجيبهم عندنا الوادي الجديد. دي برضك مبادره كويسه. اشكرك جدا يا فندم. وفي ليا طلب اخير يا فندم، بس ده يعتبر طلب شخصي، مش عايزين نعمل بيوت ريفيه تاني يا فندم في الوادي الجديد. يعني الوادي الجديد جالها الوقت ان هي تطلع من حاجه اسمها البيوت الريفيه، بروح املك المواطن او الاسره بيت ريفي مكون من طابق واحد واقول له لا انت مش هتبني فوقيه تاني وبديله 5 فدادين. طب ما هو بكره وبعده عايز يتوسع، البيت الريفي اوضتين وصاله ومطبخ وحمام، الراجل بكره وبعده يخلف، عايز يتوسع، عايز يبني، عايز يخلي عياله جنبه. البيت الريفي حاجه سيئه جدا 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 من خلال الناس اللي استلمت قبل كده يا فندم. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نبني شقق او عمارات سكنيه. يا فندم هي نفس التكلفه تقريبا، المشروع 1.5 مليون مش هتستلم قدام ارتفاعات عشان البعد الاجتماعي. طب هو ده الطبيعي. يا ريت هو لا دلوقتي حد بيديله من طابق واحد ومفيش بنا تاني، وليها قوه كمان حضرتك منظرها يعني ريفي برضه. طيب شكرا جدا يا فندم. شكرا.